الحامل والمحموس شو جايب لي حبيبي؟ الماما بعثت لك اياهم. الا للماما يسلموا ايديك، تغديت انا. يعني ما بدك اياهم؟ اتصطف لي. تعال طارق تعال. يلا بتعشاهم بالعشاء. تفضلي. فوت حطوا لي اياهم بالمطبخ طارق. وين حطوا لك اياهم؟ اي وين بدك تحطهم يعني طارق؟ بالمطبخ، ليكوا المطبخ امامك. يسلموا ايديك حبيبي. ودياتك. تسلم لي شو مقدم؟ لمين طالع ما كنت اعرف؟ روح لحق حالي بهاليخنات اسمهم سخنين. اطيبهم اطيبهم. ام عبدو ام عبدو، قد الساعة؟ 12. حبيبة قلبي، لك صارت الساعة 12 وهنا ما راحت لسه على الشغل. حلا تروح، ليش ما راحي؟ مريضة؟ لا تكون مريضة، لازم شق عليها أنا. هنا افتحي، بتكون ماتت هي كمان. افتحي هنا هنا انا ام محمود، افتحي. انا هنا متي متي هنا. لسه بكير عجيت لولا. هنا افتحي انا ام محمود، ردي علي، اطلب لك الاسعاف. معقول تكون طالعة من البيت وما حسيت عليها؟ بيجوز، بس ما فارقت الباب ولا لحظة. من بعد ما طلع جميل ما حدا طلع ولا حدا فت. أكيد لساتها جوا وما لا قدرانة تفتح. يا ربي شو أعمل؟ لازم أكسر الباب. هيا هنا 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 هنا، افتحي هنا. اما يا عم محمود اذا ما تكسري الباب. ما جاية جيتك جيتك يا عم محمود جيت. اما ان شاء الله يعدموني اياكي. ما رحتي على الشغل لهلا؟ قلت يلا دق عليكي بشق عليكي. ايش خير فيكي شي هنا؟ لا ما في شي، بس كنت نايمة. كنتي نايمة لهلا؟ ايه كنت نايمة. خلصيني يا محمود شو بدك؟ بكي ارف عمري. لو كنت عرفانة انك نايمة ما كنت ازعجتك. الله يوفقك لا تاخذيني. ما مشكلة محمود، اذا بدك شي من البراد ليكو بالمطبخ، فوتي خذي اللي بدك اياه. انا ما بدك تعطيني السحر. هلا رح تكسري لي الباب مشان السحر؟ الحقيني يلا. يلا هنا هنا يلا خدي. ويني خدي؟ حافظه الوصفه ولا عدلك اياها؟ حافظتها كلها، سبعات بسبعات بسبعات. يلا روحي بلشي، سكري الباب وراكي يا مكسوره. يلا
الو مرحبا جميل. شو بدي لك حبيبي؟ جيب معك اكل جاهز. ايه لاني نايمه ما فيني اطبخ حبيبي. انت جيب يلي بدك اياه. يلا مع السلامه. يلا روح نعساني روح نعساني. انا ها ليك السقف لقيته تقبرني. نفذ الخطة والمهمة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. لفوت أعجنهم وأخبزهم. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. لازم منتظر سبع دقائق. سحر بريحة. شلون بدي اقطعها هاي سبع شقف؟ هي كلها ما بتطلع شقفة واحدة. يلا اطلع. سبعة. ايه يلا اجيت اجيت. لك ايه على هالعادة البشعة اللي فيكن حرقتوا للجراس. رن الواحد برن. اهلين بام تحسين وبنتها. كيفك ام محمود؟ كيف صارت رجليك؟ منيحه منيحه. تعي خدي حصتك انت حسين. تعالي تعالي خي. شو هاي؟ خدي يا وسكتي. طب شو بتعمل فيها؟ ما بعرف. لك مين بيعرف؟ نسيت اسالها. لمين؟ خديها انت. وزعيها بتاكليها بتنظر بي على قلبك. المهم خديها. سكر ايدك. تعي تعي سيهم. تعالي. ويلي هدول بتروحي بتوزعي لي اياهم لابو رشا، لابو انس، لأبو عدنان، لأبو نوراس، للشركاس، وهي آخر وحدة للغالي أبو حازم الغالي. الله يجبره ويجبرك. ترجعي لي الصحن. أي أحطي أنت وأمك. يلا سكروا الباب وراكم. هي وزعته للسحر. طيبي يا رجل طيبي.